شوف شنو يصير في حال هذا الأب، شنو يصير في حال هذه الأم. المرض يتفاقم يتفاقم يتفاقم. احنا الآن اللي هنا موجودين الآن من هؤلاء يمكن بالألوف أكو أطفال يموتون أمام أعين آبائهم وأمهاتهم. هذه الآهات ما تأخذنا، آهة هذا الأب ما تأخذنا، آهة هذه الأم ما تأخذنا. الناس ما يعرفون أننا منعمون. ليش؟ يعرفون أكو أفراد منعمين، من نتمكن نشارك معهم، من نتمكن ندفع شيئا بسيطا لإنقاذهم.